شو أكتر شي بيخوفك؟ صراحة الكسف والقطط بتصير تلحقنا كتير كتير كتير. طيب شو بيخوفك؟ القطط بتقعد تلحقنا كتير. شو بتحسي لما يصير قصف؟ كتير بخاف باجي بحضنك على طول. طيب كيف احكي لنا أكتر ليلة خفتي فيها؟ اليوم يعني مو كتير، بس الصباح من صار هيك واحدة صغيرة قصدي كبيرة هيك خفت، بس بدي كفي بالليل كنت صاحية وفي واحدة صغيرة هيك فما خفتش، وكنت أصلا حاضنة مامي قبلها قبل ما تيجي، ف ترحل الأمور كانت بالقصفة الصغيرة بصراحة. يعني القصفة الكبيرة هي اللي بتخوفك ولا كتير كبيرة؟ مثلا زي هاي ما خفوتني، ما خفت منها، بس تانية بخاف منها. اوكي طيب الاسرائيليين هم يلي عم بيعملوا هيك علينا النت والميه النت والميه يا والكهرباء، فاحنا ما قدرنا نتحمم ولا اي حاجه، بس رحنا على هذا على وين يوم ما نسيت خان يونس، على خان يونس كان فيها مية، يعني جبنا شوية مية عبيناها في معانا علبة بيعبوا مية هناك، عبيناها الكوباية ونقعد نقصر. شو نفسك يصير؟ بس يصير يخلص القصف يروح تيجي المدرسة ويروح القصف عشان اخذ مارك اول يوم مدرسة من دسات. مش شو نفسك كمان؟ اشتقت للانتي ولاصحابي وللعب يعني وبالساحة بدنا نلعب. انا كتير بحبك. وانا كتير. ما بتخافي لما بتكوني بحضني صح؟ ابدا ما بخاف، لا بخاف شوية صغني شوية، اذا كنت بحضنك بخاف شوي، اما منا اكون مش بحضنك كتير بخاف. رح ضلك بحضني صح.